عليكم. تفضل. مرحبا. اهلا وسهلا احمد. اهلا وسهلا. تقعد لي مكانك امجد. اهلا وسهلا يا هلا امجد، تفضل عندي. اهلا وسهلا، كيفك؟ تمام الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله تمام. احمد، الانتقال بين الشخصيات، وما بالك شو الانتقال بين الشخصيات، خبرنا شوي عن هذا الموضوع. هل هو صعب مثل ما نحن يمكن الناس العاديين نتخيل، ولا بالنسبه للممثل سهل كثير القصه؟ لا، هو قصه كثير صعبه. اول شيء صباح الخير عليكم كلكم. صباح النور، اهلا وسهلا. طيبين. هي الانتقال من شخصيه لشخصيه في نفس الوقت هي لازم لها تدريب كثير واجتهاد كثير طبعا. هي تعتمد على الفصل، هي كيف تفصلي من اصلا شخصيتك الحقيقيه وتقمصك للشخصيه من الخيال بشخصيتين. يعني هي زي التناقض في الشخصيه. اوكي، هي يبغى لها تدريب كثير على حسب طبعا نوع القصة اللي انت حتسويها. ممكن تكون كوميدية، ممكن تعملي ثلاث شخصيات، واحد ضعيف، واحد متسلط، واحد هاوي كورة مثلا. ممكن تسوي شخصية اللي عنده ضعف بس داخله في شخص شرير، فهو انت كيف تقدر تقنع المشاهد ان انت بشخصية الضعيف، ومن شخصية الضعيف يتحول وجهك لشخصية الشخص مختلف بتاتا، تقولي مين اللي قاعد؟ هذا إذا كان بنفس المشهد تتحول بنفس المشهد. ممكن في نفس المشهد، ممكن في نفس القصة. يعني ممكن في نفس القصة تسوي ثلاث توائم. مثلا زي فيلم أحمد حلمي. ممكن تسوي شخصيتين زي أحمد عز في بدل فاقد. ففي شخصيات كثير، بس في عندك في المشهد هو الأصعب في المشهد. انه هو اكون امثل شخصيه واطلع من الشخصيه وادخل في شخصيه ثانيه مختلفه بتاتا عن الشخصيه الاولى. يا سلام، يعني انا عمليه تقمص صفات الشخصيه بالضبط، والكاركتر تبعها، الكاركتر طيب. تبعها بكل ما فيها. احنا عارفين انه طبعا يعني الميك اب والاشياء هي والعوامل هي اللي بيتعرضوا لها، هذا اللي ساعده، هي بتلعب دور برسم الملامح الخارجيه. لكن احيانا بيجيك مثلا من يعني من المخرجين بده مثلا بيحدد عمر معين لشخصيه صعبه حدا يتقمصها. هل تعتقد انه هاي النظريه صحيحه؟ هل العمر او هل الخبره بتلعب دور بتعدد الشخصيات في مسلسل واحد؟ هي الخبره تلعب دور طبعا كبير، والتدريب بالذات. لكن الاختلاف بتاتا في مثلا اني العب شخصيه واحد صغير وشخصيه واحد كبير، هذا بيختلف بتاتا في المكياج، في المكياج الخارجي. لكن في مثلا في نفس الشخصيتين ان انت تتحول من شخصيه لشخصيه ثانيه في نفس الوقت، بنفس عمرك، بنفس سنك، بنفس كل شيء فيك، بنفس الاسم الشخصيه، هذا يتعمد بالذات على المكياج الداخلي. بمعنى ان انا ممكن ابين لك ان انا في شده ضعفي وفي شده ياسي وكل الدنيا خلاص قافله في وجهي، وفي نفس الوقت في نفس الثانيه اقلب لك ان انا شخص متمرد على الحياه. اذا انا برجع لك من البدايه، يمكن احنا نقول الممثلين المفروض يتقمصون الشخصيه قبل لا يقومون بالدور طبعًا. هو نفسه طبعًا. أبعرف كيف الممثل يدخل داخل الشخصيه؟ هل يحتاج وقت، او هو مع قراءته مع السكريبت راح يدخل هذه الشخصيه، او في تمرينات خاصه؟ هو يحتاج وقت ويحتاج تمرينات خاصه. بمعنى الحين لما يجيك مثلا سكريبت، انت مضطر ان انت تقرا السكريبت كامل، تفهم الشخصيه، تفهم هي ايش ابعادها وايش الشيء القريب لها، تتبنى لها انت حالات، تتبنى لها ماشيه، تتبنى لها طبعا كاركترات تلبق على الشخصيه بالذات. يعني مثلا انا كنت في شخصيه واحد ضعيف انه تربى في حراملك في حريم. نعم. فهو شخصيته انه شخص ضعيف، لكن من داخله في الشخصيه يبغى ينتقم، يحاول ينتقم من الناس اللي حواليه بسبب ان هم عايشوه يعني في جو انه من البنات، وظيفته بعد تكون يمكن تقريبا ما عنده سلطه. فهو انا كيف اتقمص انه كيف ابني له الشخصيه هذه؟ انه ابني الشخصيه بطريقه اني احاول ابين ان انا شخص ضعيف بمشيته، بكلامه، بطريقه وضعيه يده، بحركاته، لكن داخله متى شخصيته القويه تطلع؟ تطلع بس في مواقف، يعني زي اللئيم اللي يحاول يخرب شيء، لانه هو اصلا في الاساس شخصيته ضعيفه. صحيح. فهو استحاله انه يكون شخصيه قويه، انت لازم تجيب الشيء بالمنطق. يمكن بهالحاله حتى القوه بتكون ضعيفه، مبالغ فيها شوي، مش مبالغ فيها، يعني بتكون لئيمه. يعني ما يقدر يبينها، مستحيل انه يقدر يصرخ.
حساس طيب جدا. بيقولوا انه اذا انت بتعرف حدا ممثل كثير بدك تنتبه لكل تصرفاتك، لانه الممثل فطريا بيراقب تصرفات كل الاشخاص اللي حواليه. بالضبط. صح. وقديش هذا هذا الشيء ممكن يفيدك بالادوار اللي رح تتقمصها بعدين؟ يفيدني في كل شيء. يعني مره اخذت ورشه تمثيل في مصر، كانت من احد الواجبات اللي عندي ان انا اركب المترو في مصر وراقب الناس، وكل واحد له حركه غريبه اكتبها. ففي واحد من الناس يعني اللي كانوا راكبين كان اغلب وقته يشيل الطاقيه ويرجع يركبها، يشيل الطاقيه ويرجع يركبها. طب ايش سبب انه 24 ساعه يشيل الطاقيه ويرجع يركبها، يشيل الطاقيه ويرجع يركبها؟ انه مقتنع بتاتا انه شعره لو يعني حط الطاقيه له حينيمه على قدام. هذا اقتناع ذاتي يعني. هو خلاص صار لا شعوريا بيستطيع يشيله. جميل. يعني نحن بنتوقع انه هاي احيانا بتكون كلها تزيد عوامل نفسيه، وكمان كلها يعني لما بده يتقمص صفات شخصيه بعتقد انه بتكون اسهل، ما انه احيانا الممثل يلعبها على دور كبير شويه، مثل اللغه او اللهجه. مثل الممثل جمال سليمان، جمال سليمان راح عند مجتمع الصعيد بمصر وعاش معاهم ليتعلم كل كلمه وكل حرف كيف بينضغط عليه، وبالنبره بنبره الصوت مشان تطلع معه بالتمثيل. يعني عاش تقريبا شهر ويطلع مقنع اكثر. وايضا كمان ما بننسى مسلسل التغريب الفلسطينيه، التغريب الفلسطينيه مثلوا فيه عدد كبير من الفنانين السوريين، بينما اتقنوا اللهجه الفلسطينيه البحته. وفي عنا الكاف، هي يعني احنا يدوب نمسك فيها، فهم ما شاء الله يعني زبطوها. فخليني اسالك عن اللهجه واللغه، شو اللي بيلعب دور نجاح الممثل في تقمص الشخصيات فيها؟ ما هو زي اللي انت قلته بالضبط، ان انا اعيش مع الناس اللي هم متقمصين منهم الشخصيات بالسيناريو بالسكريبت باللهجه. يعني في مثلا العصوف كانوا محتاجين في اللهجه الجندريه، اذا انا ما اعرف اتكلم اللهجه الجندريه او ما اعرف حد جندري يعني ما شارك في المسلسل افضل. فاهم قصدي؟ لان هي العامل الاساسي ان انت تتبنى شخصيه صح. في مسلسل الحرام اللي كنت طالع فيه اتكلم سوري، انا ما اعرف اتكلم سوري، لكن اعاشر كل الناس السوريين اللي حوالي عشان اخذ منهم كيف اصلا حتى تشكيل الحروف. يعني في هذه حتى لازم تكون دقيق فيها. موسيقى يمكن تبع اللفظ، موسيقى اللفظ، تشكيل الحروف، طريقة في الكلام. عشان تعرف تتقن الشيء بالضبط لازم تعاشر أهل الناس بالضبط، يعني كيف الناس هم بلهجتهم يوصلوك للشخصية اللي انت تبغاها بالضبط اللي في بالك. طب أنا عندي شيء يمكن سؤال شوي غريب، ما بتحسوا احيانا انتم لما تشوفوا فيلم او مسلسل فيه شخصيه عم بتأدي شخصيتين مختلفتين، انت كمشاهد بتحس انه في وحده اقرب للممثل من الثانيه؟ شو السبب اللي بخلينا نلمس هذا الشيء في بعض الشخصيات؟ اني احس مثلا احمد لابق له دور الطيب او ضابط دور الطيب اكثر من دور الشرير، هل هذا الشيء بيرجع لشيء او جزء معين في شخصيه احمد؟ هذا مش بيرجع في شخصية أحمد، هذا بيرجع في لعب الممثل على الدورين بالضبط. يعني الممثل لما لعب على الدورين مخلي واحد فيهم شخصيته ضعيفة وواحد شخصيته شريرة، هو إتقانه في الشخصية الشريرة أفضل بكثير من إتقانه في الشخصية الضعيفة. فبتقنع المشاهد إنه فبتقنع المشاهد إيش اللي أقرب لك، وهو أنا أحاول أوصل لك بالاثنين، فأنت تحس إن أنا أقرب لك الطيب، نوار تحس إن أنا أقرب لها الشرير. صحيح. أنا بعتقد إنه الملامح الحادة كمان يا دعاء بتلعب دور. بالضبط. الملامح الحادة بيختاروها المخرجين لرسم إنه هو الشرير، لأنه حتى الميك اب كمان لما نقول الميك اب أنت بينفع أحطك شرير أمجد؟ أنا بينفع أحطني مش شرير، أنا مجرم، مجرم كبير للأسف، بس ما بعرف ليش هيك، يمكن كشريتي شوية لعب دور. بس خليني أسألك كمان غير عن الملامح، طيب احيانا في شغله مهند بلاقي انه ممثل مسكين يعني لبسته الشخصيه والجمهور خلص اعتاد انه يشوفه بهي الشخصيه بهذا النمط، يعني شرير، لما يجي يغير الشخصيه في مسلسل اخر او عمل درامي اخر بتلاقي انه الجمهور عمل له كومنتات سلبيه، لا مش شخصيتك ما حبيت. انا دائما اسمع الفنانين يقولون هم يكتسبون شخصيه معينه في عمل فني، هم مخلصين العمل الفني مخلصينه، وايد صعب الشخصيه تطلع من عندهم، بعدهم بيكونوا عايشينها بالشخصيه. هذا شيء صح ولا هذا شيء صح؟ لانه
إذا مثلا المخرجين والإنتاج بشكل عام إذا لصقك شخصية ككوميديان أو كشرير أو كمثلا في الناس يلعبوا دور محامي طول عمره يلعب دور محامي خلاص يحطوه في هذا الزاوية وما يحاولوا يطلعوا منها، هو يحاول يطلع منها ونفسه يطلع منها بس عاد مثل عادل إمام يعني عادل إمام نحن تعودنا نشوفه بقالب كوميدي لو أجا يمثل جد وسيريس وأكشن ما راح ينجح والجمهور ما راح يحبه في عندك مثلا محمد سعد قعد 10 سنين يمثل ادوار الليمبي وكركر وعوكل وكل الافلام اللي هي الكوميديه بنفس اللهجه بنفس يعني لدرجه انه هو في بيته يتكلم نفس اللهجه يعني نفس اللهجه الليمبي يتكلمها في بيته تحول لكن مسكين. اي هو تحول بس انه طلع في فيلم الكنز سوى شخصيه كضابط يعني انا شفت افضل شخصيه سواها في حياتي يعني شفتها له طب ما وين بتحسوا فينا نقول عن هذا الممثل قوي لما ياخذ مثلا دور لا قصدي لما ياخذ نوع معين من الادوار يعني لما ياخذ دور الحزين الكئيب الضعيف ولا مثلا لما ياخذ دور الشرير المسيطر امتى بتحس هذا الدور هون رح تبين الشخصيه اللي انا بدي اياها توصل للناس الممثل لازم يبين شخصياته في كل الادوار اللي يتقنها الممثل زي الحربايه لازم يتلون على كل شخصيه يعني اي شخصيه تيجي قدامه لازم يتحول عليها حبيت الوصف بس تعلمك دائما تلقى مرات كن في افلام السيناريو ما ينقذهم بهذا الشيء تلقى سيناريو كامل كن شخصيه كامله ياخذها من الاول للنهايه مثل ما قبل شوي امجد تكلم عن عادل امام عادل امام كنت تشوفه في مسلسل السيناريو ينقذها تلقى في نص المسلسل يقلب كوميدي صحيح فجاه يصير سيريس فجاه يصير ينتقل لك بكل مكان بس هو على روح واحد ماشي بس هو على رتم واحد يعني يرجع لك في اخر الفيلم هو بنفس الشخصيه اللي وراك اياها في البدايه صح زي الممثل برضه في مسلسل له اللي هو سوى فيه شخصيات كثير انه هو محامي وانه هو حرامي وانه هو ايوه متقمص شخصيات كثير بس القالب الكوميدي هو اللي طابع بس هو القالب الكوميدي احنا لو طابع. شفنا لو شفنا الممثل يعني عادل امام بالحياه العاديه بس ما تكلم ولا رياكشن وكان خارج نطاق عمله من نظرة اول ما تشوفه راح تضحك راح تتذكر له موقف شفته بفيلم تقول له اوه بس بعد يقدر يبكيك عادل امام في نص مسلسلاته تلقى يكون ماسك كان جانب انساني او شيء معين تلقى صدق انه هو صدق يمثلها بطريقه انك يبكيك فيها بس بتخيل لانه عادل امام من الشخصيات اللي عاشت بوجدان المشاهدين فيمكن المشاهد صار اي شيء راح يشوفه من عادل امام راح يتقبله حتى يمكن لو كان في ضعف ببعض الجهات بس احمد بيقولوا انه الادوار الصامته من اصعب الادوار خبرني اكثر عن هذا الموضوع كيف تتدرب على دور صامت انا اكثر طريقه يعني خلتني اتدرب على دور الصامت اللي هي المهرج كيف ان انا اكون في قمه السعاده من غير ولا اي كلمه وابين لك ان انا مبسوط وقاعد اضحك الناس بس اول ما تنقفل الستاره هذا المهرج في قمة حزنه في قمة انكساره في ظروفه السيئة في الدنيا اللي حددته انه مثلا يشتغل مهرج فهي هذا بالنسبة لي هذا تدريبي انا في ناس كثير تدربوها عن طريق المراية يعني الوقوف قدام المراية والتدرب عليها بشكل الزامي انا من الناس اللي تدرب برضه قدام المراية هي اللي تخليني تساعدني يعني تخليني امثل بالنتيجة الصامتة كيف انا اوصل غصة للمشاهد بس من غير ما ابكي من غير ما اتكلم نظرة العيون بالضبط طبعاً أحمد نتشكرك على هالمعلومات وفعلاً دخلتنا لعالم الفن والتمثيل شكراً رح نطلع بريك على ألحان رائعة نرجع بعد الفاصل أمور ميو Amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaría las horas que no hay. Amor mío, por favor, tú no te vas. Yo contaría las horas. Volver, no volveré, no volveré, no volveré. No quiero recordar, no quiero recordar. Don't love,
La 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 la